السلام عليكم البنات، كيراكم دايرين؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بواحد الفيديو مغاير على الفيديوهات اللي كتشوفوا عندي في القناه. اليوم جيت نشارك معكم واحد الاكله اللي هي اكله فرنسيه كتسمى غاكليت. هاد لاغاكليت عند الدول الاوروبيه عموم بالعموم، يعني انا عارفها هنا فرنسا ولكن تقدر تكون بالدول الاخرى من غير فرنسا، الدول الاوروبيه معروفين بها. كتسمى غاكليت عندها هاد لاباغايا غاكليت، يعني كتجي على هاد الشكل، هي كتكون دائريه ولا كتكون كاري على حسب. دابا يمكن ولاو اشكال جداد في السوق، المهم انا شفتهم كاينين حتى في المغرب متواجدين في الاسواق ديال المغرب، اسواق سلام ولا مرجان كاينين فيهم، كارفور كذلك عندهم هاد لا ماشين هادي، هاد لاباغي عندها واحد طبيصلات هكا غاكليت باش كنديروا الفرماج، يعني كيكونوا جوج من كل جهه وكيكون على هذا الشكل ديال بحال شكل ديال الطيبال، ما كيلصقوش فيها باش كيذوب الفرماج، يعني باش كنديروا الفرماج باش كيذوبوا. هاد الاكله البنات كدار ماشي يوميا، يعني كدار فهاد لا بيريود ديال البرد. كما كتشوفوا هادو خشيبات اللي كنهبطوا بهم داك الفرماج، لان ملي كديروا الفرماج كيخصكم ضروري يكونوا خشيبات باش ما كتكرش ديك الطبيصلات. وكما قلت لكم كدار خصوصا في هاد الايامات ديال البرد كترفقي باش ما بغيتي. هنا انا درت بطاطا، درنا كاشير، درنا لي سوسيس هنايا ديال لاي خديتو. يلا اول مره ناخذو، غادي نجربو نشوف كيداير. كاينين هنا لي ترونش ديال لي داند، ديال فيمي داند، فيمي ديال لوفو كذلك، لي سكالوب ديال لوفو، كاين سوريمي هنايا، كاين بيكون عزيز عند الزوج ديالي. انا ما كانش كيعجبني ولكن دقتو عجبني، كيعطي واحد لوكو زويون. كما كتشوفوا هنايا قدامكم الفرماج هو خاص بالغاكليت، كاري كيجي هكا، كاين عادي كلاسيك وكاين اللي بالبزار كما كتشوفوا، كاين كيكون بالكامون. حنا خديت غير جوج الاشكال كما كتشوفوا قدامكم، هنا لا كورجيت، قطعت الطوماط، سا ديبون كاين اللي كيخلي يدير الخضره كاين اللي ما كيديرهاش، وانا بغيت ندير الخضره لان كاين الاكثريه غير اللحوم، قلت نرابقوها بخضر كذلك. هنا رابقنا حنايا اليوم بنا بالسالفيتا، يعني بحال شكل ديال الشويبس، وبطاطا كما كتشوفوا، كريم بيغي كما قلت لكم. وكتبقى لكم الاختيار، نتوما كتكونوا الطبق ديالكم على حسب الرغبه ديالكم، كاين البيض، كاين اللي كيدير البيض، كاين لا. هنا حطينا جوج بيضات مادام انني انا والزوج ديالي، كما قلت لكم كتجي على هذا الشكل، اما دائريه اما كاريه على حسب. دابا راه ولاو زعما متكاثرين في الاسواق هاد الاكله، كما قلت لكم ما كتاكلش يوميا يوميا يوميا، ولا كطيبوها كل مره مره ولا جوج مرات في العام على حسب لا بيريود ديال الشتاء، حيت كتكون سخون هاد لاباغي، كتكون فوق الطبله وكتكون سخونيه، يعني كتجمعوا ليها العائله. وهما عندهم هذا لا كولتور فرونسي، الثقافه الفرنسيه، ملي كياكلوا كيجلسوا بزاف اوتور لا طابل، يعني كيجلسوا ويتاكروا كياكلوا بشويه، تقريبا كتقدر يجلسوا في الطبله 3 سوايع هما كياكلوا. هنا كما كتشوفوا حتى الزوج ديالي البيكوم جد الطبسيل ديالو، انا درت هنايا لي كورجيت قطعتهم هكا رونديلات، قطعت مطيشه درت البيكوم كذلك، غنديرهم يتقلاو غير بشويه ديال الزبيده ماشي بزاف، يعني غير شويه، معلقه تقريبا صغيره ولا ما كاملاش. انا بغيت ناكلهم، كيعجبوني لي كورجيت هكا، والدنجال الا كاين الدنجال عندكم كذلك، اي حاجه عندكم الخضر اللي بغيتوها اللي بحال هكا كتشوى يمكنكم ديرها. انا ما عنديش دنجال، الفلفله كذلك كتجي رائعه. المهم انا اكتفيت غير بهاد جوج العناصر، مطيشه وسميتو والكورجيت كما كتشوفوا. وما نقول لكمش البنات، يعني واحد السخونيه خارجه لان كتشوفوا العافيه كتبان حمراء. المهم كتاخذوا الفرماج ديالكم وكتخويوه هكا على ديروا على الماكله اللي حطيتو، يعني معلك هكا. ونقول لكمش يعني اليوم كان فيا الجوع، انا مع من الفطور حتى العشاء كليت مزيان. هاد الاكله البنات ماشي ديال الريجيم، يبغى يدير الريجيم ما يشوفش ما يديرش هاد الاكله هادي. المهم كما قلت لكم هنايا الكورجيت حيت الطبق الاولى، دابا درت الثانيه. زوج ديالي هنا دار بيضه، انا ما درتش البيضه، ما درتهاش، هو دارها، كيعجبوه هو ياكل البيض هكا، سيرتو كيخلي البيضه شويه مازال صفراء كما كتشوفوا. كما قلت لكم البنات هذه الاكله هي كتجمع الاحباب، كتجمع العائله عندهم، يعني اكله اللي كتجمع فيها كاع لا فامي، وكيكونوا هكا جالسين يعني كيهضروا كيتذكروا الثقافه. كما قلت لكم هما 3 سوايع يقدروا يجلسوا هما كياكلوا، يعني عندهم بلا لونطري، عندهم برينسيبال، عندهم الفرماج ابري ديسير، وكياخذوا لو طون ديالهم باش كياكلوا كيهضموا كيهضروا هما كيهضروا.
المهم هنا انا راه جيت شهيتها وكنت نديروها قلت علاش ما نبارطاجيش معكم مادام ان هاد بحال هاد لي زاباغاي وهادو سميتو موجودين حاليا في الاسواق المغربيه. نعطيكم غير فكره هنا كما كتشوفوا البلا ديالي حتى الكورجيت ما نقول لكمش سلام رائع مع رقم من الفرماج كيجي رائع رائع رائع. هنا غادي ندير واحد الكميه كذلك ديال الفرماج. المهم كديروا فوق ما حطيتوش حاجه كديروا فوق منها الكاري ديال الفرماج تعاودوا تحطوا فوق منه ديروا كاري الفرماج تعاودوا تحطوا منه. هذا الطبق ديال الزوج ديالي دار بيضه هو وخدا بطاطا خدا البيكون خدا سميتو هو البيض دارو هو كلا كثر مني البنات انا ما كليتش قدو هو تبارك الله كثر مني الله ينفعو يا ربي. المهم هنايا درت البيكون ديال سميتو ديال لادانت زويون غزال كيعطي واحد لوكو ما كانش كيعجبني ولكن من دابا عجبني. دي فوا كنكون مغطيه شي حاجه ولكن زعما كنكون كنقول لراسي لا ما ناكلهاش ولكن دابا من دقتو صافي قلت له هذه المره غنبقى ناخذو. المهم كما قلت لكم استمرينا على هذا الشكل هكا وقلت نبارطاجي مع الحبابات ديالي يعني المسائل اللي كنعرف وربما كتصادفوا مثلا تقدر تصادفوا بحال لاباراي ويقدر يكون شي واحد عنده فكره شي حد اخر ما تكونش عنده فكره على هاد لاباراي هادي الا لقيتوها يعني ولا كانت عندكم خذوها وشريوها وجعلوا هاد العشيوه تكون هكا مدخله فامي هكا مره فسميتو بلا ما يديرها. هنايا كيحط ليا الزوج ديالي داك الطرب ديال البيكون كما قلت لكم. والمهم شيوتنا كانت اليوم زوينه وكانت سخونه وكانت في واحد التدفئه رائعه جدا كما كتشوفوا الفرماج يا سلام كيشهي ملي كيهبط هكا على هاد الخضر. ولكن كما قلت لكم لا 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 داعيه للريجيم هنا هنا الريجيم ما كاينش البنات. دابا البنات هذا هو الشكل ديال لاباراي بغيت نوري لكم ابتدائيا كما قلت لكم كتكون واحد لا ريزيستونس عندها من التحت كتكون هكا دائريه وكيكون عندها واحد جوج ربعات المخارج هكا ولا سته على حسب الشكل ديال لاباراي. كيكونوا فيها طبيصلات في جوج في كل جهه عندها يعني بلاباراي بالضو اكيد وكيكون عندها جوج ديال طبيصلات في كل جهه هما طبيصلات صغيرين كما وريت لكم في اول ديال الفيديو هما اللي كيستعملوا فيهم الفرماج وعندهم هادوك الخشيبات اللي كتشوفو هما باش كتهبطو الفرماج باش ما كتتكرش ديك هذيك لاباراي. حنا لان لاباراي عندي قديمه ولكن مازال كنستعملها مازال خدامه. المهم البنات كانت هذه هي الفيديو اللي درت معكم اليوم هو انني بغيت نبارطاجي معكم هاد الاكله اللي هي اكله فرنسيه اسمها سميتها لاغاكليت وكنتمنى ربي تعجبكم لا فيديو. الا عجبتكم ديروا جيم بارطاجيو مع الحباب ديالكم وما تنساوش تخرطوا القناه ديالي الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي. كنقول لكم احبكم في الله والى الفيديو القادم ان شاء الله القاكم في امان الله.